الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده بدا فريق النادي الاهلي في استعداداته لمواجهه فريق مصر المقاصه في المباراه المتاجله من الاسبوع ال11 من الدوري المصري الممتاز، والمقرر ليها ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي الساعه 5 مساء على ملعب برج العرب في اسكندريه. ان شاء الله النادي الاهلي يقدم مباراه ممتعه ويفوز بالمباراه دي عشان يتقدم خطوه جديده في طريقه للقمه اللي طبعا الاهلي دايما متعود عليها، هو ده مكانه ومكانته الطبيعيه. وزي ما هنشوف اخبارنا النهارده كان في كلام كتير جدا من الاثارات الى لعيبه النادي الاهلي، واللي اكد عليهم فيه ان هم لازم يبذلوا اقصى جهد عندهم ويركزوا في مباريات الدوري اللي جايه، لان هم اكتر ناس عارفين طبعا مكان النادي الاهلي، وهو ده مكان النادي الاهلي الطبيعي، وهم لازم ياكلوا عشان يوصلوا بالفريق لمكانته الطبيعيه. واكيد طبعا القمه هي مكان النادي الاهلي الطبيعي ومش اي حاجه ثانيه غير القمه. كمان النهارده في حدث مهم جدا وانجاز جديد بيضاف لانجازات مجلس اداره النادي الاهلي، هو افتتاح صاله الجمباز وصاله تنس الطاوله في النادي الاهلي في الجزيره، وده طبعا ضمن برنامج عيله النادي الاهلي واللي وعد بيه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، واللي بيفتتح الصالتين اللي تم تزويدهم باحدث الاجهزه والمواصفات العالميه. هيتم فتحها النهارده ان شاء الله الساعه 6 مساء عشان تكون بقى اضافه للمنظومه الرياضيه في النادي الاهلي ودعم قوي لرياضه الجمباز وتنس الطاوله، واللي دايما بيحققوا بطولات محليه وبطولات كمان قاريه باسم النادي، وبيمثلوا برضو منتخب مصر في العديد من المحافل الدوليه. هنبتدي دلوقتي معاكم حلقتنا كالعاده بابرز العناوين. الاهلي يغلق الملف الافريقي ويبدا الاستعداد للمقصه. لاسارتي يجتمع بالجهاز المعاون لحسم القائمه الافريقيه. عاشور يغيب عن مواجهه المقصه وفحص طبي لجيرالدو. الاهلي يرحب بنقل مبارياته للكليه الحربيه. اتحاد الكره برج العرب يستضيف قمه الاهلي والزمالك. قرارات هامه في اجتماع الجبلية اليوم. صلاح يواجه شبح الايقاف في الدوري الانجليزي. كالعاده بنبتدي معاكم دايما باهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه. الاهرام، الاهلي يدرس اقامه ملاعب تدريب ومركز تاهيلي لفريق الكره، سليمان وجيرالدو ينضمان لقائمه المصابين وعوده سعد وباسم وصلاح محسن. الاخبار، الاهلي يبدا الاستعداد للمقصه في تحدي الدوري، وليد يغيب شهرين ورفض المجازفه بجيرالدو والثلاثي محسن وسعد وباسم جاهز للعوده. الشروق، اصابه ثلاثيه لوليد سليمان، اللاعب يغيب فتره طويله بسبب جزع في الرباط وجزع في الصابونه وتمزق في الغضروف الداخلي للركبه. المساء، بعد تاكد ابتعاد وليد عن الملاعب الاهلي يعيد ترتيب اوراقه، لاسارتي يتمسك باكرم توفيق، اختبار فني للغزال وباسم وميدو. روز اليوسف، الاهلي يعينه على المقصه، لاسارتي للاعبين انتوا عارفين مكان الاهلي الطبيعي في الدوري. الجمهوريه، الاهلي يستعد للمقصه وعوده محسن وسمير. الاخبار المسائي، الاهلي يعود لحلم الدوري، الفريق يستعد للمقصه ولاسارتي يجهز البدائل. سريعا هنروح محاضراتكم لاهم تفاصيل المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي معاكم، وهنبتدي مع الاهرام اللي قالت ان بتدرس اداره النادي الاهلي اقامه مجمع ملاعب تدريب وفندق صغير وكمان مركز تاهيلي متخصص على احدث نظام في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد او كمان ممكن يكون في مدينه نصر عشان يضربوا اكتر من عصفور بحجر واحد. والاتجاه ده طبعا لقى قبول كبير جدا عند كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، خصوصا ان هو هيخفف من العبء عن ملعب مختار التتش، طبعا بالاضافه ان هو هيوفر السرية على التدريبات في بعض الأحيان، بجانب إنشاء برضو ملاعب ومركز تأهيلي على أفضل طراز وطبقا لمواصفات عالمية. وعلى جانب تاني برضو سيطرت حالة من الحزن الشديد طبعا على الفريق بعد إجراء وليد سليمان لاعب وسط الفريق للإشاعة في الجزائر، وقبل ما يرجع الفريق للقاهرة امبارح، وبعد طبعا ما تأكدوا إن هو هيغيب بشكل مبدئي لفترة مش هتقل عن 6 أسابيع. أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي إن الإشاعة اللي عملها وليد سليمان لاعب الفريق أثبتت إن هو تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وجزع في رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة في الغضروف. وقال طبيب النادي الأهلي إن فترة علاج وليد سليمان ومدة غيابه هيتم تحديدها بشكل نهائي بعد ما يتأكدوا من مدى حاجته لإجراء جراحة، ولا بس هيكتفي بالعلاج بسبب إصابة غضروف الركبة.
كمان المسا قالت ان مارتين لاسارتي هيبدا النهارده اعاده ترتيب اوراقه استعدادا لمواجهه المقصه في الدوري، وده بعد التاكد من غياب وليد سليمان لاعب وسط الفريق لمده شهرين تقريبا، ونتيجه طبعا للاصابات الكثيره جدا اللي ضربت الفريق. لاسارتي متمسك بوجود اكرم توفيق لاعب وسط الفريق في المرحله الحاليه وعدم التفريط فيه بسبب حاجه الفريق لخدماته. كمان روزو يوسف قالت ان طالب مارتين لاسارتي مدير الفني للنادي الاهلي اللعيبه ان هم يركزوا بالكامل في مباريات الدوري اللي جايه، بدايه من مباراه طبعا مصر المقصه، والفوز بكل المباريات اللي جايه عشان يقدروا يوصلوا للمكان الطبيعي للنادي الاهلي في جدول ترتيب المسابقه، واللي الاهلي متعود دايما ان هو يكون في القمه. وقال للعيبه انتوا عارفين مكان الاهلي الطبيعي ولازم نركز عشان الفريق يرجع لمكانته الطبيعيه. كمان الاخبار المسائي قال ان قرر جياني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي استئناف تدريبات الفريق النهارده يوم الاثنين على ملعب مختار التتش في الجزيره استعدادا لمواجهه مصر المقصه يوم الخميس اللي جاي على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل ما بينهم من الجوله ال11 من مسابقه الدوري الممتاز. لاسارتي طلب من اللعيبه ان هم يركزوا في بطوله الدوري الممتاز عشان يقدروا يكملوا مسيره الفريق ويرجعوا للتواجد في المكان المفضل للنادي الاهلي. وطبعا المفروض ان هيعمل كمان لاسارتي جلسه مع باقي عناصر الجهاز الفني للفريق عشان يقدروا يحددوا حاله اللعيبه سواء الفنيه او البدنيه وجاهزيتهم للقاء اللي جاي قصاد طبعا مصر المقاصه يوم الخميس اللي جاي عشان يقدروا يحصدوا الثلاث نقط ضمن مشوار الفريق في الفوز بلقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي. ومن اهم اخبار النادي الاهلي في الصحافه نروح لاخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يبدا اليوم استعداده لمواجهه المقصه. البوابه سبورت، جهاز الاهلي يدرس نقاط القوه والضعف في المقصه. اليوم السابع حسام عاشور يغيب عن الاهلي امام المقصه. فيتو لاسارتي يتسلم تقرير الغائبين عن رحله الجزائر. الفجر الرياضي، الاهلي يعلن جاهزيه رامي ربيعه طبيا. المصري اليوم، الفحص الطبي يحدد موعد عودة جيرالدو لمران الأهلي. الشروق، طبيب الأهلي يتواصل مع أزارو في المغرب لبحث برنامجه العلاجي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون لحسم القائمة الإفريقية. يلا كورة الأهلي، ليلا كورة، لا نمانع بنقل مباريات النادي الأهلي للكلية الحربية. الموقع الرسمي للأهلي، رجال سلة الأهلي ينهي الاستعداد لمواجهة الزمالك. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي أهم تفاصيل المنشطات، وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن بدأ فريق الأهلي النهاردة الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقرر ليها إن شاء الله الخميس اللي جاي في إطار منافسات الدوري العام في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال11. كمان البوابة سبورت قالت إن بيبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي دراسة فريق مصر المقاصة استعدادا لمواجهته يوم الخميس اللي جاي ضمن منافسات الدوري، وبيشاهد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق عدد من المباريات الخاصة بالمنافس مسابقة الدوري في الموسم الحالي عشان يقدر يرصد نقط القوة والضعف في صفوفهم. كمان اليوم السابع قال ان اكد خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان حسام عاشور بيأدي برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للمشاركة في التمرين الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية. حدد طبيب الفريق بشكل مبدئي من اسبوع ل10 ايام عشان يرجع عاشور، وبكده بيغيب عاشور عن مباراة مصر المقصة. كمان فيتو قال ان بيتسلم مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي النهارده تقرير عن تدريبات الفريق الاخيره واللي اقيمت خلال تواجد الفريق في الجزائر عشان مواجهه شبيبه الثوره الجزائري في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنيه هو اللي كان بيقود تدريبات اللعيبه اللي غايبه عن رحله الجزائر واللي ضمت مصطفى شوبير واحمد طارق ومؤمن زكريا وعمرو جمال وصالح جمعه وباسم علي وسعد سمير واحمد علاء. كمان الفجر الرياضي قال ان صرح خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في الاهلي ان رامي ربيعه جاهز من الناحيه الطبيه وانه بيخضع لبرنامج بدني عشان يتم تجهيزه للمشاركه في التمرين الجماعي وفي المباريات. ربيعه تعرض لاصابه في ايديه بعدته عن المشاركه في التمرين الجماعي، كمان بيستعد اللاعب للعوده مره ثانيه والتواجد مع الفريق في الوقت الحالي.
أما المصري اليوم فقال إن بيخضع الأنجولي جيراند ولاعب النادي الأهلي لفحص طبي في تمرين الفريق النهاردة يوم الاثنين على ملعب مختار التتش عشان يطمنوا على حالته ويحددوا فترة علاجه ومعاد رجوعه مرة تانية للتمرين. تعرض جيرالدو لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري المصري وغاب اللاعب عن التمرين الجماعي. كمان الشروق نقلت تصريح لخالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي انه على تواصل مستمر مع وليد ازارو عفوا مهاجم الفريق الموجود دلوقتي في المغرب عشان ينسق برنامجه العلاجي عشان يتم شفائه من الاصابه. ازارو طبعا حصل على اذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكوره عشان يسافر لبلاده ويقضي اجازه قصيره وهيخضع لفحص طبي بعد ما يرجع من المغرب عشان يطمئنوا على حالته ويتعرفوا على ميعاد رجوعه مره ثانيه للمشاركات التدريبات الجماعية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي برضو قال أن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي هيعمل جلسة مع الجهاز المعاون النهاردة عشان يحسموا ملف القائمة الأفريقية واللي بيتبقى للنادي الأهلي فيها مكانين بس. النادي الأهلي قايد 5 لعيبة حسين الشحات، رمضان صبحي، ياسر إبراهيم، جونيور أجاي وحمدي فتحي في القائمة الأفريقية قبل مواجهة دور المجموعات. طبعا جدير بالذكر ان في نهايه يناير الجاري ده هيكون اخر ميعاد لاستكمال القيد الافريقي بالنسبه للنادي الاهلي او الانديه طبعا المشاركه في دوري ابطال افريقيا. موقع يلا كوره كمان قال ان اكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان ما فيش اي مانع عند النادي الاهلي ان هم ينقلوا مبارياتهم لملعب الكرليه الحربيه. قال كمان مرجان ما وصلناش اي خطاب رسمي من اتحاد الكوره عشان ننقل المباريات من استاد السلام للعب في الكرليه الحربيه، وبرده اضاف ان في حاله وصول خطاب رسمي مش هنمانع ان احنا نلعب مبارياتنا على استاد الكرليه الحربيه. نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره السله رجال في الاهلي هينهي النهارده يوم الاثنين استعداداته لخوض مباراه نادي الزمالك والمقرر اقامتها بكره يوم الثلاث ضمن منافسات بطوله دوري سوبر للمحترفين. بيعقد طارق خيري مدير الفني محاضره مهمه مع اللعيبه قبل انطلاق التمرين عشان يشرح لهم العديد من الجوانب الخططيه المتعلقه بالمباراه والتاكيد على ضروره الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في اللقاء اللي هو هيكون ان شاء الله بكره يوم الثلاث. نروح دلوقتي لزميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد في تدريب الفريق. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك يا سيما وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايز أعرف منك كواليس تدريب النهارده، طبعا ده أول تدريب بيجمع الفريق بعد ما رجعوا من رحلة الجزائر بعد مباراة شبيبة الثورة الجزائري اللي انتهت بالتعادل الإيجابي في تاني جولة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا. عايز أعرف منك استعدادات الفريق النهارده لمباراة المقاصة القادمة إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 11. خليني اقول لك ان التمرين كان في الرابعه عصرا فعلا زي ما تفضلت وقلتي استعدادا لمباراه المقاصه، نتمنى باذن الله ان يكون الفوز حليف النادي الاهلي. يمكن كان في جلسه تصوير للاعبي الاهلي بالزي الجديد اللي هيرتدوه في مباراه المقاصه، هيظهر للنور في مباراه المقاصه. يمكن كان في اجتماع مع اللاعبين مع الجهاز لمده حوالي 5 دقائق او اقل شويه يتكلم فيها كابتن عبد الحفيظ عن مباراه المقاصه عن مشوار الاهلي في الدوري، التركيز فقط في المعترك المحلي والحصول على ال3 نقاط. يمكن النهارده التدريب كان مدني اكثر منه شويه، بعد التدريب بدني كان في تدريب تخصصي على انهاء الهجمات على المرمى ثم التمرين بتقسيمه صغيره. يمكن شارك في التقسيمه النهارده او في التمرين سعد سمير، رامي ربيعه، صلاح محسن، يمكن العديد من الاصابتين، مستمر لجيناردو وحسام عاشور والشيخ وهشام محمد، يمكن شارك على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان مع الشيخ اكرامي والشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. يمكن اللعيبه اللي شاركت في مباراه الجزائر الاخيره يمكن كانت النهارده تدريبهم خفيف، كان في تعليمات للاسارتي يمكن النهارده وقف التقسيمه كذا مره وتعليمات للعيب الدفاع والوسط على كيفيه بناء الهجمات من تحت لقدام. يمكن كان في جلسه خاصه مع رمضان صبحي يمكن مع لاسارتي مدير الفني حوالي 5 دقائق. يمكن في نهايه التدريب كان في جلسه ايضا من المدير الفني وصالح جمعه. يمكن الحماس باين على وجوه لاعبي النادي الاهلي، نتمنى باذن الله يكون الحليف
النادي الاهلي يوم الخميس مع المقارصه. ممكن احنا في انتظار الان يمكن الاهلي على موعد جديد مع افتتاح الصاله الجديده الخاصه بتدريب لعبه الجمباز. يمكن احنا في انتظار الافتتاح الرسمي بعد قليل هيكون موجود مجلس الاداره علشان يفتتح الصفحه الجديده للنادي الاهلي الى الصالات التدريبيه الكبيره في النادي الاهلي، مش في الاهلي بس، في مصر كمان. شيما اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي متواجد حاليا في تدريب النادي الأهلي في التتش. بشكرك جدا على وجودك معانا. ودلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم اخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. هنبتدي بالعناوين. اليوم السابع جلسه بين اجاري والغيطه السبت لمناقشه برنامج اعداد المنتخب لامم افريقيا. الفجر اتحاد الكره برج العرب يستضيف قمه الاهلي والزمالك. الوفد عقد شركة الملابس الجديدة على مائدة مجلس اتحاد الكرة. اليوم السابع لجنة المسابقات تجتمع اليوم لمناقشة تعديلات ملاعب الدوري. البوابة نيوز ببصمة الوجه تعرف على كيفية حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019. سوبر كورة محمد صلاح في تشكيلة البي بي سي المثالية للجولة 23 في البريمير ليج. الشروق بطل البريمير ليج السابق استمرار صلاح في التمثيل قد يكلف ليفربول اللقب. كوره كلوب يرفض دخول الميركاتو الشتوي لحل الازمه الطارئه. بالوتالي يقترب من مارسيليا مقابل 3 مليون يورو. سبورت 360 كشف عن مده غياب ديمبلي للاصابه. وهنبتدي مع حضراتكم بأهم الأخبار المحلية، ونبتديها من اليوم السابع اللي قالت أن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني هيعمل جلسة مع المكسيكي خافيار أجاري المدير الفني للفراعنة يوم السبت اللي جاي عشان يحطوا خطة إعداد للفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. هيناقش لهيطة مع أجاري مدة المعسكر الأخير للمنتخب قبل أمم أفريقيا، وكمان الاتفاق على عدد الوديات اللي المدير الفني عايز أنه يخوضها استعدادا للبطولة الأفريقية. كمان الفجر قالت ان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الرئيسية في اتحاد الكرة صرح ان الامن رفض استضافة ملعب السلام او بيترو سبورت لمباراة القمة ما بين الاهلي والزمالك، واكد ان المواجهتين في الغالب هيقاموا على ملعب برج العرب في اسكندرية.
كمان الوفد قالت ان بيعقد مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه المهندس هاني ابو ريده اجتماع مهم النهارده يوم الاثنين لمناقشه عدد من القضايا الهامه. واكد احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره ان الاتحاد هيناقش في الاجتماع العديد من القضايا الهامه ولعل ابرزها التعاقد مع شركه الملابس الجديده للمنتخب الوطني. وقال شوبير ان العقد ما بين اتحاد الكوره وشركه الملابس الجديده مميز جدا وممكن يكون هو الاكبر في تاريخ الكوره المصريه. البوابة نيوز كمان قالت ان اعلن علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة انه تقرر الاعتماد على نظام الحجز الالكتروني لمباريات كاس الامم الافريقية واللي هتستضيفها مصر في الصيف اللي جاي. وقال كمان ان الحجز الالكتروني مهم كاحد الاسلحة للقضاء على السوق السوداء اللي طبعا بتنتشر في مثل هذه البطولات. وقال كمان ان الحجز ممكن يكون ببطاقة الرقم القومي وبصمة الوش ومشدد جدا على ان كل الجهات بتعمل على قدم وساق في الموضوع ده. و كمان اتكلم وقال ان المقرر ان هيحتضن استاد القاهره الافتتاح وكمان مباراه الختام او النهايه او النهائي في البطوله. سوبر كوره كمان قالت ان اختارت هيئه الاذاعه البريطانيه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي في التشكيله المثاليه للجوله 23 من عمر مسابقه البريمير ليج. محمد صلاح هو اللاعب الوحيد من نادي ليفربول واللي بيتواجد في التشكيله المثاليه للجوله 23 من منافسات الدوري الانجليزي او البريمير ليج. وانفرد كمان باصداره قائمه هدافين الدوري الانجليزي وبرصيد 16 هدف وبفرق هدفين عن اوباميانج لاعب الارسنال وهاري كين قائد توتنهام ولأحرزوا 14 هدف. كمان عزلة أسبانية قالت إن في تقارير صحفية فرنسية أشارت إن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بيسعى إن هو يدعم خط هجومه وقرب من حسم صفقة ضم المهاجم الإيطالي ماريو بالوتالي من نادي نيس الفرنسي. كمان قالت صحيفة برومانس الفرنسية إن بالوتالي قرر إنه يرحل عن نادي نيس الفرنسي من أكثر من شهر ونادي مارسيليا هو الأقرب إن هو يحصل على خدماته خلال الميركاتو الشتوي. وأكدت الصحيفة إن مارسيليا هيعلن عن الصفقة خلال 24 ساعة. وكشفت إن اللاعب الملقب بسوبر ماريو هيوقع عقد مع مارسيليا وهيمتد العقد ده لحد نهاية الموسم الجاري وهيحصل خلال الستة شهور على راتب 3 مليون يورو وده بالضبط في حوالي 17 مباراة من المحتمل ان هو يشارك فيهم. كمان سبورت 360 قالت ان كشفت صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه عن مده غياب الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي نجم برشلونه الاسباني بعد الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه لجانس يوم الاحد اللي فات امبارح يعني. واعلن برشلونه بعد نهايه المباراه عن معاناه ديمبلي من التواء في الكاحل الشمال. واكد طبيب النادي انه هيتم تحديد نوعيه الاصابه بدقه خلال الفحوصات الطبيه الشامله واللي هيعملها اللاعب النهارده يوم الاثنين. وقالت الصحيفه في تقريرها ان المؤشرات الأولية بتؤكد غياب ديمبلي عن الملاعب لمدة أسبوع واحد بس وبالتالي هيغيب عن مباراة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس الملك وعن لقاء جيرونا في الجولة المقبلة من الليغا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معانا. رجعنا مره تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لجولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي معاكم مع صلاح محسن لاعب النادي الاهلي اللي نشر صوره على الانستجرام من مباريات او من تدريبات الفريق بعد ما تعافى من الاصابه وكتب يا رب. عالميا بقى نشرت الصفحه الرسميه للفيفا على تويتر صوره من مباراه مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون امبارح في المباراه اللي جمعتهم في البريمير ليج واللي انتهت بفوز السيتي 3-0. وعلقت وقالت مانشستر سيتي هو اول فريق في اكبر خمس دوريات اوروبيه بيسجل 100 هدف في كل البطولات في الموسم الحالي. كمان نشر سيرخيو اجويرو لاعب مانشستر سيتي صوره من المباراه على تويتر وكتب 3 نقط للحفاظ على تقدمنا نحو القمه.
رحيم ستيرلينج صاحب الهدف الثاني نشر صورة على تويتر من المباراة وكتب: يمكنك أن تعرف أننا لا يمكن أن نخسر عندما أسجل بالرأس، عمل رائع في ملعب صعب، أحسنتم. كمان نشر ليروي ساني صاحب الهدف الثالث صورة على تويتر من المباراة وكتب: المهمة أنجزت. نشر برناردو سوفا لاعب السيتي صورة من المباراة على تويتر وكتب: ثلاث نقط مهمين، أحسنتم. كمان نشر نيكولا أوتوماندي صورة على تويتر من المباراة وكتب: أحسنتم. وفي اسبانيا بقى نشر لويس سواريز لاعب برشلونه صوره على تويتر من مباراه ليغانس امبارح في الليجا واللي انتهت بفوز برشلونه بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، احرز منهم سواريز الهدف الثاني وكتب: سواريز ثلاث نقط ومستمرين. نشر كمان ايفان راكيتيتش لاعب برشلونه صوره من المباراه على تويتر وكتب: مستمرين. وارثر ميلو لاعب برشلونه نشر صوره على تويتر من المباراه وكتب: ثلاث نقط، فوز مهم. نشر كمان كارلوس إلينا صورة من المباراة على تويتر وكتب: ثلاث نقط للفريق، هنفكر دلوقتي في الكاس. وأخيرا كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي نشر صورة ليه على تويتر بعد الفوز على لاتسيو 2-1 وكتب: عمل جماعي رائع وفوز مهم عشان نكون أقرب ما يمكن للقمة، أحسنتم. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. من سعيد على حضراتكم.